الكرام، مثل ما بتعرفوا انه مراسلنا منتشرين في كافه اقليم كردستان، خاصه اليوم راح يكون شيء مختلف، ولكن نحن راح ننتقل لسوران مع زميلنا ريبر عبد الغفار، راح يكون معنا مباشره. ريبر صباح الخير وكل عام وانت بخير، وان شاء الله هالعام تكون لك خير وبركه لك ولعائلتك، وايضا احكي لنا عن الاجواء اليوم. نعم صباح النور، كل عام وانت والزملاء في زاغروس تي في بألف خير، وجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم وفي إقليم كردستان العراق بخير. اليوم في سوران كباقي المدن في إقليم كردستان بدأ العيد بطقوسه، المواطنون كعادتهم المعهودة تعودوا على أداء طقوس العيد في صبيحة أيام العيد، في عيد الأضحى وفي عيد رمضان المبارك. في الصباح يذهبون إلى المساجد يؤدون طقوس العيد من الصلاة وكذلك تكبيرات العيد وكذلك خطبة العيد والتصافح وتبادل يعني التأكيد على التعايش والأخوة والتسامح. بعد ذلك يعودون إلى بيوتهم ومع عوائلهم، العوائل تجتمع على مائدة العيد، لأن المواطنين في إقليم كردستان تعودوا في صبيحة الأعياد يحضرون الأطعمة الدسمة وكذلك يتناولونها في صباح العيد. وبعد تناول الفطور فطور العيد يبدأ المواطنون بالخروج من منازلهم، يزورون بعضهم البعض، يتبادلون الزيارات، يتبادلون التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، وكذلك في أجواء من التعايش والأخوة. في هذه المنطقة يعيش المسلمون والمسيحيون ومكونات أخرى معا، في الأعياد دائما يتبادلون الزيارات، يتبادلون التهاني والتبريكات، وكذلك يؤكدون على تعزيز التعايش الموجود في هذه المنطقة. اليوم في سوران يعني بما أن درجات الحرارة يعني ارتفعت قليلا، لذلك الحركة يعني في الساعات الأولى من الصباح كانت كثيرة، ولكن الآن الحركة قلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وربما بعد في الفترة المسائية بعد العصر ستزداد الحركة مرة أخرى عندما تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى. الأجواء في سوران أجواء العيد هادئة آمنة وكذلك جميلة مثل جميع بقية الأعياد، يعني أجواء العيد آمنة وهادئة، وكذلك المواطنون يقومون بالاحتفال بالعيد في أجواء من الاستقرار والهدوء والتقدم والازدهار في إقليم كردستان. وهذه المنطقة منطقة سياحية يعني تستقبل السياح في الأعياد والمناسبات، وفي هذا العيد المديرية العامة لسياحة سوران اتخذت جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال السياح الذين يتوافدون إلى هذه المنطقة لقضاء عطلة العيد في مرافقها ومنتجعاتها ومصايفها السياحية مثل بيخال وكذلك شلال قلي علي باق ومصايف تسومان وميرقسور وسيدكان وجميع المناطق التي تكتظ بالمرافق السياحية. وهيئة السياحة توقعت دخول أعداد كبيرة من السياح إلى إقليم كردستان، والحصة الأسدي من السياح ستدخل إلى إدارة سوران المستقلة في الأعياد والمناسبات، لأن هذه المنطقة تمتاز بطبيعة جميلة وبمرافق سياحية كثيرة، وكذلك تمتاز هذه المنطقة بطبيعة خلابة وكذلك جميلة تجذب السياح على مدار العام لا سيما في الأعياد والمناسبات. في الأيام القادمة وفي مداخلات قادمة سننقل لكم أجواء المرافق السياحية الموجودة في هذه المنطقة. نعم ريبر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيخال المنطقة السياحية المعروفة في إقليم كردستان. نعم مشاهدينا طبعا رح